السلام عليكم استاذ كبير، بخير؟ شحال هبات؟ شي بخير؟ ورا الفيزا تبارك الله كبرات وشتات الباك بمونسيون، ما شاء الله. ورا غنصيفطها ان شاء الله تبارك وتعالى تكمل قرايتها، دير لنا الطيب ولا الهندسه، ترفع سميه العائله. ايوا عطينا شي نصيحه استاذ، عطينا شي نصيحه، ما نستغناش على نصيحتك. ايه النصيحه ديالي لا يجوز. لا استاذ، واش لا يجوز؟ حيت لا يجوز سفر المراه بدون محرم. لا غنديها انا، غنصرها انا ونوقف على شغلي ونقاد لها امورها عاد نرجع. لا يجوز. علاش لا يجوز؟ زعما الرفقه اللي غتكون معاها، لا راه رفقه مامونه وغتعيش مع البنات وكذا وكذا وكذا. لا يجوز. واو استاذ، واه راك نحترمك، ولكن لا يجوز. لا يجوز زعما راه داكشي بزاف. قولي لنا شي حاجه زعما اللي فيها الدليل وكذا. بدا باش نرتاحوا. انت قلتي رفقه مامونه. اياه، وستر لي على ديك المأمونة. واش ديك الرفقة اللي غتكون معاها مأمونة؟ درتي لها شي دراسة؟ عرفتي شكون معاها؟ عرفتي دارهم؟ عرفتي الأخلاق ديالها هي بعد الآن؟ عرفتي الأسرة ديالها؟ لا، أنا بنتي بنت الشمعة من دراع، وما نقع الباع والشمعة من دراع، ومقرصة ومربية وبنت الأصل، واخا تعيش مع شي ناس هي تبدلهم هي تغيرهم. إيوا خويا، قالوا سيدنا الولاء المرء على دين خليل فينظر أحدكم من يخالل، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. والصاحب ساحب. ورفاكت من والات ورت البالة. وهي بعيدة عليك، باش غتعرف اش تدير، شنو كتفعل، شحال من بنت مشات العام الاول والعام الثاني، وكيثيق فيها با وهي اهل الثقة، والعام الثالث وفوقات، وخصوصا بنت السن ديال 18 سنة او 17 سنة او 19 سنة. صعيب باش تميتريزيه، صعيب بزاف. وصيفطها وتشد المسؤولية وتعطيها الفلوس وتتقرا هي غير الصباح والعشية، فين غتمشي وبينها تخرج ومع منها تخرج تدرج ومع من كذا، باش هادشي كله تقابلو. راه صعيب الحال، صحيح الحال. هذا قلنا لا يجوز بناء على مجموعة ديال الأشياء كتوصلنا. أنا تنقول لك بنات كانوا في كليات كبيرة وقع لهم مواقع، واخا جابوا الدبلوم، ولكن خسروا في أخلاقهم بزاف، خسروا بزاف. والبنت راها شرف، والشرف ديالك خصك تحضيه. إيوا واش غادي ندير دابا؟ سهلة، بنتك عزيزة عليك، بنتك في المستوى. إيوا إلا كانت عزيزة عليك، قلب ليها في مدينتها، قلب ليها الجهة ديالها، تمشي تقرا في الصباح وترجع في العشيه. حنا ماشي ضد انها تقرا، بغيناها تقرا تكون طبيبه مهندسه، ولا تنتقل للمدينه اللي فيها هي اللي غتقرا فيها هي. جلس معاها 3 سنين تتسالي قرايتها، 5 سنين 6 سنين، ما عندكش، عندك غير عندك غير من بنتك. ايوا دير التضحيه هذه، بغيتي تشوف انت في ذاك المقام ان شاء الله. وفقك الله ويسر الله امرك. وهذه راه مشكله عندنا حنا المغاربه، ملي كنبغيو شي حاجه كنشوفوا غير الايجابيات ديالها، كاع ما كنردوا البال السلبيات. بارك الله فيكم، وفق الله جميع بناتنا لما فيه الخير في الدنيا والآخرة. السلام عليكم.